الله يخرب بيتك يا احمد. ايه ده؟ دينا؟ ازيك يا طنط؟ اخر حد كنت اتوقع اني اشوفه فرح رامز. والله وانا كمان ما كنتش اتوقع ان انت تعيشي لغايه ما تشوفي فرح رامز. دمك خفيف قوي يا دينا زي ما انتي. ربنا يديني طولة العمر علشان اشوف فرحك، بس انا هحتاج كده يجي 200 سنه. اصلك ما تتعشريش يا حبيبتي. وانا اجي جنب حضرتك ايه يا طنط؟ طيب انا رايحه بقى الجمانه عروسه ابني، اصلها بتجرب فستان فرحها. عقبال كده ما تجربي فستان فرح، لان اخرك يعني انك تجربي. البسوا في دفنتك ان شاء الله يا طنط. يا استاذه دينا صباح الخير. انت كنت فين يا زفت؟ ما زي ما قلتيلي رحت على الاوضه بتاعه جمانه، ما طلعتش جمانه، طلعت ست كبيره كده عجوزه. خرب بيتك. ما اعمل ايه؟ ما انا بشوفش من غير النضاره وببقى اعمى. بص انت دلوقتي تروح اوضه جمانه وتحاول توقع بينها وبين ام رامز، سامع؟ ايوه اعمل ايه بقى؟ عادي اقعد اتكلم معاها، اسالها اي اسئله، اي حاجه. اسئله ايه بقى اللي اسالها بقى؟ عباره عن ايه؟ ما تتعدل ياض انت يا. حاضر حاضر. ايوه يعني ايه الاسئله اللي اي أسألها؟ حاجه في الطبيخ، في العيال، في اي قرف، اخلص. حاضر. اتفضلي. عايزه ايه يا دينا؟ مفيش، كنت عايزه اتكلم معاك شويه. اتفضلي. انا عارفه ان معاملتي ليك ما كانتش كويسه، والمفروض ان احنا كنا نسيب بعض بطريقه احسن من كده. قصدك انت اللي سبتيني؟ ده انت فركشت معايا على الواتساب، انت جرستيني، ده انت يا ريتك بعتيلي على برايفت، ده انت بعتيلي على جروب عيد ميلاد اميره. رامز انا ما خدتش بالي ان هو كان على الجروب. دينا انت عايزه ايه؟ هقول لك، بس هو الجو ساقع هنا قوي في وانت فاتح التكييف. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ هاني ابن سميحه. لا احمد ابن مديحه. مديحة؟ مديحة مين؟ أمي. أنا أحمد صاحب دينا. دينا اللي ابنك رامز كان ماشي معاها. آه خطيبها. اسمع من بقك ربنا يا خالتي. ده أحمد يا طنط. تعالى تعالى يا أحمد، ده صاحب دينا الجديد. إيه تعالى أدخل. أنا جمينة خطيبة رامز. يا ابني المحظوظة. أهلا وسهلا. رامز حكى لي كتير عليك انت ودينا. بقول لك ايه، ما تيجي اعرفك على تيتا جمانه، هتحبها قوي. ايه ده، تيتا اسمها جمانه على اسمك؟ ايوه. يعني كانوا مسمينك جمانه على اسم ستك زي عثمان احمد عثمان كده؟ ايوه حاجه زي كده. تعالى تعالى. هو انتوا بتضحكوا ليه؟ تعالى تعالى اما اعرفك بتيتا، هتحبها قوي. ادخل ادخل. ايه ده؟ هو انت؟ الله يخرب بيتك يا شوكت. ايه بتقول حاجه؟ لا بقول يعني ان ستك مزه وزي القمر. ايه ده ايه ده، انت بتعاكس تيتا ولا ايه؟ مش خايف دينا تقفش عليك؟ لا دينا ما بتقفش عليا، دينا بتحط عليا. يعني ايه؟ عموما ما تخافش، سرك كبير على فكره. بعدين يعني انت بصراحه ليك حق تعاكس تيتا، دي حلوه وزي القمر. تيتا دي كانت موديل مهمه قوي زمان، عشان كده انا طالعه زيها موديل. موديل؟ دي اوقع بينها وما بين حماتها ازاي دي؟ بتقول حاجه يا ابني؟ لا لا ما بقولش يا خالتي، بقولك يعني ان شاء الله يعني تفرحي بعيال جمانه ورامز يعني ان شاء الله. بس هنعمل ايه يعني، جمانه موديل مش هترضى تخلف يعني، هتحافظ على جسمها عشان جسمها جامد قوي، وبعدين دي مش اي موديل، دي موديل السنه. لا طبعا انا ورامز متفقين ان احنا هنخلف 7 عيال، 5 عشان الحسد و2 احتياطي. ليه انت ارنبه؟ ايه يا حبيبتي يا جمانه، يعني اخيرا هبقى جدا. ايه ده؟ طب وانت بقى السبع اللي هتخلفيهم دول يا ننوسه، يعني هتجيبي لهم بقى اكل دليفري ولا هتطبخي لهم، ولا انت ما بتعرفيش تطبخي؟ دليفري ايه بس؟ انا بعرف اطبخ كويس جدا على فكره، ده انا حتى كسبت برنامج ماستر شيف في لبنان. ده بوتاجاز ده كسبتيه ولا ايه؟ لا طبعا ده برنامج طبخ وكسبته 2 على فكره. دي على كده بقى بتطبخ احسن مين؟ دي بتطبخ احسن من الشيف حسن. يا حركاته يا تكاته، يا نهار اسود،
دي عارفة كل حاجة، أسألها في أي حاجة بتجاوب. طب عارفة المطرية؟ اه طبعا اعرفها كويس قوي، ده انا عارفه هناك عزبه الريس. ده ناقص تقول لي عارفه عصام لدوش. اه طبعا اعرفه كويس جدا. طيب انا هستاذن انا بقى تيتا، هستاذن انا تيزا، دي عرفت كل حاجه، دي دينا هتنفخني. يالا يالا يا عم شوكت. اهلا مستر احمد. انت مش ملاحظ يعني من ساعة ما نزلت عندنا هنا ما اديتنيش تبس؟ عايز بيبس؟ تبس يعني إكرامية. آه كل مرة تحط لي إيدك في جيبك كده وتطلعها لي فاضية. على فكرة كنت هديك 50 جنيه. أنا آسف يا مستر أحمد. والله العظيم هديها لك عشان أنت بتخوني. معلش اديها لي. مش هديها لك، أنت عارف أنا هديك إيه؟ إيه؟ هديك من منقي خيار. بأنت أقول لك عايز أعرف فين جمانة، تقول لي امشي كده على طول هتلاقيها، أروح ألاقي ستها بتشتغلني عشان أعمى. أنا آسف جدا يا مستر أحمد. مستر مين؟ ده أنا صايع، ده أنا من الجرن يالا. إيه ده؟ أنت من الجرن؟ أنا من الجرن. أنا كمان من الجرن. أنت منين من الجرن؟ من عند الفرن. ما تعذرش. ايوه. انت ساكن في بيت رقم كام؟ رقم 11. انا في البيت رقم 11، انت في الدور رقم كام؟ 3. عم شوكت. يخرب عليك يا احمد حبيبي. يا يخرب عليك، وحشتني قوي. عم شوكت انت شكلك اتغير قوي، انت طلعت امتى؟ لا دي باروكه انا بلبسها بس وانا نازل من البيت، اصل انا عليا ديون كتيره جدا. فباجي في الشغل عشان ما حدش يعرفني يعني. انت ازاي ما عرفتنيش؟ انت كمان نضفت قوي، فين الشنب وفين الايه ده؟ ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ لا ما انا حلقت شنبي وعملت بوتوكس وسيليكون. ده انا ما عرفتكش خالص. حبيبي يا عم شوكت. هو انت بتعمل ايه هنا؟ يا عم انا شغلي هنا. انا كمان بشتغل هنا. بتشتغل ايه؟ بشتغل اسره هنا. ازاي؟ انت عارف دينا؟ اه. عايزه تبوظ الجوازه بتاعت جمانه ورامز، وجايباني انا عشان اساعدها، وانا مش عارف هعمل ايه. جمانه قاعده جوه بتغير الفستان ومفيش وقت، ولازم ابوظ الجوازه عشان ما تزعلش مني، انا بحب دينا قوي. اه انت تعبان. اه مالك يا عم شوكت؟ انت قلت لي جمانه بتعمل ايه جوه؟ بتقيس الفستان. لقيتها. ايه ده؟ انت بتسب لي كركديه يا عم، ده بيعلي الضغط وانا دماغي مصدعنا مش ناقص. ده مش كركديه، ده نبيت. عايز تشربني خمره؟ حمره. نعم. النبيت لما يقع الفستان هيعمل بقع حمره. انت تعمل انك ماشي كده وبعدين تتشنكل فيقع النبيت على الفستان والفرح يبوظ. يا ابن الشياطين يا عم شوكت. صحيح يا ابن الجرم. ازيك يا جمانة؟ معلش بقى انا قلت عليكوا حلوه ما يتشبعش منها، قلت اجي اقعد معاكوا شويه. ايوه يعني بس ما تطولش، انت عارف يعني انا عروسه ورايا حاجات كتير لازم اعملها. لا مش هطول، عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه ايه دلوقتي؟ انت مبسوط مع جمانة؟ انا فرحي بكره اكيد مبسوط. الصوت ده يا نهار اسود. عملتها يا احمد. يا رامز، رامز تصدق انا اول مره اعرف ان النبيذ فيه سبرتو؟ يا راجل انا كنت مفكر ان النبيذ ده بيتباع في الاجزخانات بس. بس انا خدت بالي بقى ايه لما وراك الولايه شاطت، قلت لا في ايه بقى، ازاي بقى النبيذ بيشيط وراك الناس. ايوه بس انت اتصرفت بسرعه برضه. اه طبعا قمت مكلفتها كده في البطانيه ورميتها في البانيو. يلا خدت البانيو وراحت. ايه قصدي خدت الشر وراحت يعني؟ لا خدت البانيو وراحت. بقول لك ايه، انا خايف قوي من اللي اسمه رامز ده يضربني. ما تخافش، ياه احنا اولاد منطقه واحده يعني. انا وراك اشيل. هتقف جنبي؟ هقف جنبك ونص، ده اللي يرشك بالميه يرشه بالنار. يا نهار اسود. طب بالاذن انا عندي شغل مستعجل عليه. هنا يا جبان. يا احمد انا اسف، انا اسف والله العظيم. ده يعني يا احمد هو الموضوع، انا ما كنتش اعرف اصلا ان سيبرتو في النبيت بيحرق الدنيا. يا احمد ارجوك سيبنا كمل كلام. لو على الكلام هتشتم بس واكلك، ان وحياه امك ما يا تضرب. حبيبي مش هشتم. ما تضربش، انا جسمي كله مدمدم. انا وجمانة بجد مش عارفين نقول لك ايه. احمد انت انقذت حياة تيتا. لولا شجاعتك بجد الفرح كان هيبوظ. بجد بجد انا عايز اشكرك من كل قلبي ان انت انقذت الفرح. لا انا لازم اروح لدينا واشكرها بنفسي. وحياة امك ما تروح لدينا ولا تقول لها اي حاجة، خليك في حالك. ليه بس يا احمد؟ الفرح كان هيبوظ من غيرك. يا جمانة وطي صوتك، وحياة وراك ستك اللي تشاوت، ما تقولي كده عشان دينا لو سمعت هتخرب بيت انا. انت ليه خايف ان دينا تعرف انك انقذت الفرح؟ عشان انا راجل
والرجوله مش بالكلام، ما ينفعش نقول الرجوله افعال. انا بحب اعمل الخير وارميه في البانيو زي ما عملت في ستك كده يا جمانه. تصدق انك راجل محترم يا احمد؟ بجد بجد انت جنتلمان. الحمد لله طلعت باتمان. انت كنت فين كل ده؟ تسألي عليا ليه؟ وحشتك؟ وحشتك أقربها. عملت ايه في الفرح؟ احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. يعني وقعت رامز في جمانة؟ بالعكس، حبوا بعض جدا دول، بقوا زي السمنة على العسل يا استاذ. يعني انا بعتك عشان توقع بينهم تخليهم يحبوا بعض؟ وانا مالي؟ مش انت اللي قلت لي اسأل الأسئلة ديت؟ وبعدين مش ممكن جمانة تبقى أحسن منك؟ مين دي اللي أحسن مني؟ ولا أحسن مني يا قال. عنكم الله، عنكم الله. شكلك تعبانة قوي. تعبانة صح؟ آه. لا ده أنا لازم أجسك عشان أطمن. يا لهوي ده أنت سخنة قوي قوي. أنا ما بعياش، أنا ما بعياش. أنا ان شاء الله الكمادات ديت هتشيلك البرد من الجته. عايزه اروح الفرح. فرح ايه اللي انت عايزه تروحي؟ المهم تقومي بالسلامه يا استاذه. الفرح ايه؟ درجه حرارتك عاليه قوي، جتتك ايضا نار. فرح مستنيني. ده الاستاذ رامز لو شافك كده والله العظيم ما كان بص في خلقتك. الحمد لله. انا هسيبك بقى عشان ترتاحي. لا 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 لا. ايه؟ لا ما تنسيش وسيبني. لا بجد ما سيبكيش، ده نفضل جنبك طول العمر. سيبنيش يا رامز. رامز مني عن ابو شكلك. لا اللي يخليك جنبي. تبقى على خير. انت فين يا تيزا؟ ده انا قلب عليك الدنيا. وحشتيني. انت مش عارفاني؟ انا اللي طفيتك فوق لما ولعتي. ده انت ليكي وانت صغيره كنت قطر. صح يا تيزا؟ انت خايفه مني ليه؟ سيبك انت بس الفرح ولع حلاوته. بعد اذنك يا تيزا بقول لك ايه؟ مش هسيبك كتير. انت خايفه مني ليه كده؟ في ايه؟ يا استاذه دينا. شش تفتحش بقك. ايه ده؟ افتح كده. اقفل ليه كده؟ حلوه كده مقفوله عشان ابان ان انا. حط ايدك على كده. ايه يا ابني ده؟ انا بتصور مع الملك فاروق. يا ابني حط ايدك على كتفي. طب ما هي على كتفي. حط ايدك على كتفي الناحيه التانيه. دنيا احضن بجد. تعرف ترقص؟ اه سيميري. هي بص اللي انا هعمله تعمل زيي. تعال
يا ابني دوختني. اقف اقف، شكلكوا زي القمر، بسم الله ما شاء الله. الناس كانت بتبص لنا ازاي؟ بتبص لنا ايه؟ هم عارفين يفرحوا؟ الناس كلها متقمعه وقاعده كده. ده انا لو خدتك معايا فرح في الجرم اتفرجي على الشارع وهو والع والناس قلعه وبترقص. ايه الجرم ده؟ جرم ايه ده عندنا في المنطقه؟ ده انت لو جيتي معايا مش هتروحي. ايه؟ هتخطف؟ بس انا اللي هخطفك. انت لسه بتحبيه، باين قوي على فكره. انت جايباني هنا عشان تغذيه، انا مش عبيط. معلش، ما هو العين برضه ما تعلاش عن الحاجب يا ست هانم. روحي له يلا. يلا روحي له. من قلبك؟ ليه؟ انت عارف ليه؟ عشان لسه بحبك. دينا انا بحب جمانة، وانت بالنسبة لي موضوع خلاص. وزي ما انا بحب جمانة صدقيني احمد كمان بحبك، بس ما تعمليش معاه زي ما عملتي معايا. ما شفتش احمد؟ ده مشي من شويه كده. مشي؟ عبى كيسه سمره من البوفيه وخدها ومشي وقعد يعيط. يعيط؟ قعد يعيط كده. طب انت بتعيط ليه؟ بوريك يعني يا فندم بعد اذن. صباح الفل يا استاذه دينا. صباح الفل يا مشاكل. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو احمد لسه ما رجعش من الاجازه؟ هو بقى اللي عندك بيقضي الشهر العسل هو وعروسته.
انت يا